صباح الخير والطيب والعطور اللي تتناغم وتناسب حرارة الصيف الحالية. انت وخر هذا الله يسلمكم. عطر آيس من الماجد للعود واحد من الخيارات اللي ينصح به وبقوة مع حرارة الصيف الحالية. ليش ينصح به بخبركم، لأنه عطر آيس من العطور الجوكرية. كيف يعني؟ يعني من العطور اللي تركيبتها بسيطة لطيفة، الكل راح يستمتع بالعطر، مو من العطور اللي لها لاين معين، اللي لها فئة عمرية معينة، رجالي نسائي، هذا لا، هذا عطر للكل بلا استثناء. فعليا عطر يبدأ بافتتاحية كثير راقية، لأنه في نوت أنا كثير أحبها في افتتاحية العطور اللي هي البينك بيبر، الفلفل الوردي من أجمل افتتاحيات العطرية، ومن ثم المسك والفانيلا. الفانيلا والمسك من العطور، عفوا، من النوتات المميزة في العطور، لأنه رائحتها محببة لدى الكثير، وفي نفس الوقت من النوتات اللي تعزز تركيبة العطر وتخليها ذات ثبات وفوحان ممتاز. عطر آيس كان بسعر وصار بسعر، لأنه حالياً عندهم عروض الصيف وكذلك عروض عيد الأضحى ما زالت مستمرة، فأنصحكم تمروا أقرب فرع من فروع الماجد وتستمتعوا بهذه التركيبة الباردة اللطيفة اللي تأخذك من حرارة الصيف للقطب الشمالي أو الجنوبي اللي يريحكم، وكذلك تستفيدوا من عروضهم الحالية وأسعارهم المميزة. عطر آيس، قاهر الصيف، يعطيكم ألف عافية.